أن الملازم أول عبد الرزاق محمد طلاس أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش المحكوم من قبل عصابات الأسد وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر. أنا العقيد رياض موسى الأسعد من مرتبات الجيش العربي السوري القوى الجوية الفرقة 22 لواء 14 مهندس سرب البعث 678 أعلن انشقاقي من الجيش العربي السوري بسبب الممارسات القمعية لقيادة الجيش العربي السوري للمدنيين. انشقاقا وراء انشقاق تشكل الجيش السوري الحر وتشكل معه أمر واقع لا منص من الاعتراف به. بسم الله الرحمن الرحيم. صابر عن الجيش السوري الحر بحسب موقع ويكيبيديا هو قوة عسكرية أعلن تأسيسه ضباط منشقون عن الجيش العربي السوري في 29 من تموز من العام 2011 لدعم المتظاهرين السوريين وحمايتهم تحت قيادة العقيد المنشق رياض الأسعد. الأسعد يعيش اليوم في هاتاي في تركيا ويقود عمليات جيشه من هنا. The attack began. First one, then many opened fire. في هذا التقرير الذي بثته قناة CBS News يظهر واضحا أن الأسلوب الذي يعتمده الجيش السوري الحر هو أسلوب حرب العصابات. معظم مسلحيه يلبسون ثيابا مدنية ومسلحون برشاشات وقذائف صاروخية، ومعظم المنضمين حديثا إليه لا خبرة عسكرية لديهم. الأسعد في مقابلة صحفية قبل أيام أعلن أن عديد الجيش السوري الحر وصل إلى 50,000 بينهم 200 ضابط منشق و1500 ضابط جرى اعتقالهم وزجوا في سجون النظام السوري. كتائب الجيش الحر التي وصل عددها إلى 30 كتيبة تتخذ أسماء إسلامية بمعظمها مثل كتيبة خالد بن الوليد التي تحولت إلى لواء وكتيبة حمزة بن عبد المطلب وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ أعلن انشقاقي عن جيش بشار الأسد. العميد الشيخ أعلن إنشاء المجلس العسكري الثوري الأعلى برئاسته ليكون بمثابة هيكل تنظيمي للمنشقين، وهو بمعنى آخر انشقاق داخل الجيش السوري الحر، انشقاق في الانشقاق، إلا أن الجيش الحر بقيادة العقيد الأسعد سارع إلى النأي بنفسه عنه معتبرا أن توقيت إعلانه يصب في خدمة النظام السوري. عودة